بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة وسام نجيب. أغلبكم عارفني وأغلب الناس ممكن اللي ظاهرين معانا دلوقتي في الميتينج روم اوريدي هم كانوا أخدوا معايا كورس سي بي اتش كيو قبل كده. ممكن يكون في ناس لسه جديدة وفي ناس تانية عارفاني. أنا دكتورة وسام نجيب، أنا صيدلانية ومعايا سي بي اتش كيو وميديكيشن سيفتي سيرتيفيكت وتي او تي وفيلوشيب من الاسكوا. وانا اوريدي انا بدي كورس سي بي اتش كيو، ده يعني ايه، يعتبر سكوب جديد احنا بدأنا نتوسع فيه، ان يكون عندنا كمان تبع السنتر ان اقدم كمان كورس السي ال سي اللي هو الانفكشن كنترول، البورد الامريكي في مكافحة العدوى. ان شاء الله اللي هيقدم الكورس معانا هو دكتور يحيى، ودكتور يحيى حسن هو انفكشن بريفنشن كنترول تيم ليدر في مصر، بورد سيرتيفايد في الانفكشن كنترول وكواليتي مانجمنت سيستم ايزو 9001، وسيرتيفايد بروفيشنال ان بايو ريسك مانجمنت وابلايد مايكروبيولوجي دبلومه وبايو كيمستري وفيسيولوجي دبلومه. يعني هو يعني ما شاء الله الشهادات اللي معاه كتيره جدا، وان شاء الله هو هيتكلم معانا هي النهارده عن كورس الانفكشن كنترول وازاي الكورس هيقدمه وتفاصيل عن شهاده التي اي تي نفسها وايه الريستريكشنز المطلوبه والحاجات اللي مطلوبه علشان التقديم للامتحان. نرحب بدكتور يحيى. دكتور يحيى معانا، ممكن تفتح المايك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا دكتور يحيى، انا هخلي حضرتك دلوقتي هوست عشان تعمل شير سكرين من عندك وبقى تتفضل تشرح للزملاء كل التفاصيل الخاصة بالانفكشن كنترول. طيب اوكي، بشكر حضرتك جدا دكتورة وسام على التقديم الجميل ده، وبشكر دكتورة وسام طبعا انها يعني هتخلينا نشاركها في الطفرة العلمية اللي هي بتعملها في الوطن العربي. دكتورة وسام اشهر من نار على العالم، الناس كلها بتشكر في الكورس بتاعها وطريقة شرحها السلسة جدا والمعلومة اللي بتوصل بسرعة للناس، فان شاء الله يعني نكون حاجة بسيطة كده من دكتورة وسام ان شاء الله. ربنا وبرحب يكرمك بكل يا دكتور، يا رب تسلم. ماشي، اتفضل برحب يا دكتور بكل حسن. اخواننا اللي معانا في الميتنج، برحب بيكم. انا عرفت بنفسي، انا يحيى حسان، انا كلينيكال مايكروبيولوجيست، انا رئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفى في صعيد مصر، مستشفى شفا الاورمان لعلاج الاورام. انا كلينيكال مايكروبيولوجيست وسيرتيفايد ان انفكشن كنترول، الحمد لله معايا السي اي سي وكمان الايزو 9001 كواليتي مانجمنت سيستم ليد اوديتور، ومعايا ابلايد مايكروبيولوجي دبلومه من جامعه قناه من جامعه بني سويف، وبايو كيمستري وفيسيولوجي دبلومه من جامعه قناه السويس. تمام، ان شاء الله انا هديكم كده نبذه عن الكورس بتاعنا ان شاء الله، هو هيتكلم عن ايه، وهنتكلم بالتفصيل عن امتحان السي اي سي. الشاشه كده واضحه لكل الناس؟ طيب دكتور وسام معايا؟ ايوه معاك يا دكتور. تمام، الشاشه واضحه؟ ايوه تمام، الشاشه واضحه. تمام. طيب كورس ان شاء الله الكورس بتاعنا هيتكلم عن الانفكشن كنترول عموما، وهيتكلم على البريبريشن الامتحان السي اي سي. الامتحان السي اي سي اللي هو سيرتيفيكيشن بورد ان انفكشن كنترول، هو اعلى شهاده مهنيه حاليا موجوده بتقيس الكومبتنس بتاع الاشخاص اللي بيشتغلوا او اللي ناويين يشتغلوا في الانفكشن بريفنشن اند كنترول. هو امتحان بيكفر حاجتين، بيكفر النوليدج وبيكفر السكيلز. تمام، يعني هو امتحان مش بيكفر النوليدج بس او السكيلز بس، هو بيعمل ميكس بين الاثنين، بس مين اكتر؟ هو بيكفر بصراحه السكيلز اكتر من النوليدج. تمام، يعني هضرب مثال، ممكن يجي سؤال في الامتحان بيقول والله حضرتك موجود في قسم الطوارئ، او دكتور الطوارئ اتصل بحضرتك قال لك ان هو عنده عيان عليه اعراض فيفر وكف، والعيان ده جاي بيشتكي ان هو بقى له فتره بيخس، بيحصل له ويت لوس، وبالليل بيعرق هو نايم.
تمام. طبعا احنا عارفين او هنعرف يعني ان كل دي اعراض ال تي بي، الدرن او السل، تمام. هو السؤال بيقول لكش بقى انت دي اعراض ايه، ده لو عايز يقيس النولج بتاعتك هيقول لك دي اعراض ايه. هو بقى يقول لك، ممكن يقول لك ايه، يقول لك ايه اللي انت هتنصح بيه الدكتور، ويديك اختيارات هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ممكن يديك الاربع اختيارات اللي تحت صح، بس هو عايزك تقول له هتعمل ايه اول حاجه وهكذا. فهو امتحان قوي جدا، امتحان جميل جدا فعلا، هو يستحق ان هو يكون اقوى شهاده حاليا موجوده في العالم بالنسبه للانفكشن كنترول. وهو معروف وورلد وايد، يعني هو جاست انك انت بتقول في اي مكان انك انت معاك السي اي سي الناس كلها بتضرب لك تعظيم سلام. هي لا زال حتى يا دكتور الحاصلين عليها عدد قليل، يعني مش قليلين جدا يعني، احنا قليلين تقريبا جدا. ايوه 12,000 واحد على مستوى العالم يعني. ايوه ايوه وهي فعلا شهادة قوية جدا ومطلوبة في الماركتينج، وخاصة مع بداية أزمة الكوفيد 19 فعلا عرفوا أهمية الانفكشن كنترول، فبقت فعلا في دلوقتي إقبال كبير جدا على الانفكشن كنترول. بالظبط، خصوصا بعد البانديميك بتاعت كوفيد 19 الناس كلها عرفت يعني ايه انفكشن كنترول واهميه قسم الانفكشن كنترول في المستشفيات. ودلوقتي ما فيش مستشفى وما فيش مركز صحي الا بيحتاج على الاقل اتليست واحد انفكشن بريفنشنست معاه في المكان بتاعه، تمام. ودي بقت ريكوايرد حاليا، يعني احنا مثلا عندنا دلوقتي في مصر جهار اللي هو اعتماد المستشفيات، الستاندرد بتاع اعتماد المستشفيات اللي هو ايوه زي ايوه ستاندرد الكواليتي ستاندرد ده. بينص كده صراحه ان هو لازم يبقى فيه اتليست وان كومبتنت انفكشن بريفنشنست موجود مؤهل بالسيرتيفيكيشنز والتريننج، تمام. فطبعا الانفكشن كنترول بعد الكوفيد 19 لا يعني الناس كلها عرفته وحست باهميته، لدرجه ان في كمان في جامعات قبل ما الناس تخش لا بيدوا للناس يعني زي اورينتيشن كده انفكشن كنترول في شركات وفي اماكن خاصه كتير دلوقتي نون ميديكال بيخلوا عندهم يتعاقدوا مع حد انفكشن كنترول. لا فبعد كوفيد 19 يعني الناس فعلا بدات تحس باهميه الانفكشن كنترول ايه، تمام. طيب زي ما قلنا امتحان السي اي سي ده بيقيس الكومبتنسي بتاعت الناس اللي هي هتشتغل او بتشتغل في الانفكشن بريفنشن اند كنترول ديبارتمنت. طيب امتحان السي اي سي بيكون عباره عن 150 سؤال، احنا بنتحاسب بس منهم على 135 سؤال، تمام. المنجحه في الامتحان من 85، يعني جاست انك انت عديت ال 85 سكور صح، 85 درجه صح، انت كده عديت، تمام. متهيألي هو كده زي السي بي اتش كيو، والسي بي اتش كيو تقريبا فيه برضه نسبة أسئلة كده بيكون مش محسوبة صح كده؟ ايوه هو السي بي اتش كيو 140 سؤال بنتحاسب على 125، بس سكور النجاح فيه بقى بيختلف من ويندو لويندو، يعني اخر ويندو كان 98 من 125 او 97، كان 97. هو لا بالنسبه للسي اي سي النسبه ثابته يا دكتور ولا بتتغير؟ النسبة ثابتة بتتغيرش، انت 85 85 سؤال صح 85 من ومن فوق انت كده 135. نجحت، اقل من كده انت كده ما عدتش، تمام. طيب كويس. ودي برضو الى حد ما نسبه كويسه يعني، نسبة حتى كويسة. 35 نسبه كويسه جدا، تمام. امتحان السي بي اتش، امتحان السي اي سي يعني الكوست بتاعته اقل من السي بي اتش كيو شويه، ودي ميزه طبعا للناس يعني. هو ب $375 ما زودوهوش يا دكتور مع زيادة لا 2000 لحد دلوقتي، لا لحد وعندها؟ دلوقتي طب ما كويس زادش، طب كويس، لأن لحد سي بي دلوقتي اتش لسه كيو ما زاد زادش. قوي، وصل 629 دولار. 630 629 دولار بالظبط، تمام. لا هو الحمد لله، هو بصراحه السي اي سي في حاجتين، اول حاجه ان هو ب $375 بس مش ب 629، الحاجه الثانيه ان هو بيتجدد كل 5 سنين، طيب تمام. والتجديد بيطلب ايه؟ التجديد بيبقى عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق الكونتينيوس اديوكيشن زي السي بي اتش كيو، تمام. ليهم سكيما معينه كده، اخدت مش عارف حضرت الكونفرنس الفلاني بتاخد عليه كذا بوينتس، حضرت اخدت ماجستير بتاخد كذا بوينتس، يعني هو ليه سكيما معينه كده هو عاملها، تمام، بخصوص التجديد، او عن طريق انك انت تخش تمتحن تاني، يعني دي طريقه من الاثنين، يا كده يا كده، تمام.
يعني البوينتس دي بتحصل عليها لو حصلت، لو حضرت كونفرنس تبع الهيئة المقدمة للاختبار ولا أي كونفرنس خارجية؟ اي كونفرنس يكون فيه اللي هي الساعات المعتمده. يعني أي كونفرنس يديني ساعات معتمدة وتكون الساعات بالظبط دي خاصة بالإنفكشن كنترول. بالظبط، مش لازم الانفكشن كنترول بس، يكفر حاجه من الحاجات اللي هي الدومينز حاجة بتاعت من التوبكس اللي موجودة في السي اي بالظبط سي، يعني مثلا السي اي سي فيها جزء بيتكلم عن الستاندرد بريكوشن، جزء عن الميكروبيولوجي، جزء عن مثلا الداتا اناليسيس او الحاجات دي. لو انا حضرت اي حاجة من الحاجات دي وخدت عليها اي سي ام اي، فخلاص انا اقدر ان انا ارفعها على الويب سايت عشان تديني بوينتس. بالظبط كده، بالظبط كده، تمام. تمام. طيب هو احنا بنقدم للامتحان، طبعا بنقدم الاوراق بتاعتنا، وفي خلال 90 يوم ننزل بالامتحان. جاست ان هو الابلكيشن اللي انا قدمته خلاص ابروفد من اللجنه اللي بتقيم، طبعا بكون دفعت الفلوس خلاص. في خلال 90 يوم لازم احدد الامتحان بتاعي، تمام. لا قدر الله لو انا ما قدرتش امتحن لاي ظرف قهري حصل لي او كده، ممكن ابعت لهم طلب في فورم كده بيبعتوها، ببعت لهم ميل يعني، في فورم بيبعتوها املاها وابعتها لهم، فبيمدوا شهرين كمان بس بياخدوا تقريبا $100. يعني اذا ان الامتحان مش زي نظام السي بي اتش كيو اللي هو ريجولار، يعني ايام او شهور ثابته في السنه، انا اقدر امتحن على مدار السنه في اي وقت، اقدر مجرد ما امتحن انا على مدار اقدم السنه مجرد ما انا بقدم ورقي خلال ما بقى 90 يوم من تقديم الورق بيجي لي تحديد موعد الاختبار. يعني اذا اي بالظبط حد يقدر يقدم في اي وقت. في اي وقت، ايوه تمام. وتقدر تغير الامتحان تبقى بتاعك انت طالما مستعد بقى للامتحان خلال التسعين يوم دول من ساعة ما انت قدمت، يعني انت ذاكرت بالظبط وخلال تسعين انت ذاكرت وخلاص مستعد مثلا، ولسه قدامك شهر للمراجعة، ففي فترة الشهر المراجعة دي تقوم مقدم ورقك بحيث ان خلال ال3 شهور تكون جالك ميعاد اختبارك. مظبوط، انا فاهمة مظبوط كده. بالظبط، تمام. وانا اللي بحدد ميعاد الاختبار بتاعي. تمام كويس جدا. يعني هما مش بيبعتوا لي انت هتمتحن في ميعاد معين، لا انا اللي بحدد ميعاد الاختبار بتاعي. انا عايز امتحن مثلا يوم الخميس او يوم السبت مثلا، عشان عندي يوم السبت اجازه، فانا همتحن يوم السبت مثلا الساعه 2 الظهر. على البروميتريك بيكون في المواعيد الافيلابل. وبمتحن في سنتر ولا اونلاين ولا التو اوبشنز موجودين؟ بمتحن في سنتر اونلاين، يعني بمتحن في بروح سنتر، هو احنا عندنا في مصر في ايميد ايست اللي هي في المهندسين، بنروح السنتر هناك وبنمتحن اونلاين، الامتحان بيكون اونلاين، تمام. ايوه تمام. الامتحان طبعا قبل ما تخش الامتحان بتتفتش تفتيش ذاتي، وما بتخشش باي حاجه معاك، ما بتخشش باي حاجه، ولا بتخش بموبايل، ولا بتخش بقلم، ولا بتخش بكالكوليتور عشان المسائل، ولا دكتور ما بتخش ممكن باي. بس معلش للمقاطعة تعمل ادميت بس للناس، لانه وقت بوست اعمل ادميت للناس اللي في الويتنج روم. طيب لا صح، تمام. اوكي كده الناس ادمتد ان شاء الله، تمام كده الناس كلها ادمتد، تمام اوكي ماشي. حضرتك كمل. تمام. زي ما قلنا الامتحان بنخش ما بنخش باي حاجه في ايدنا، هما بيدوك هناك، بيدوك السكراتش، بيدوك القلم، بيدوك الكالكوليتر عشان لو عايز تحسب حاجه، بتتفتش تفتيش ذاتي، بتقلع الجزمة، بيشوف حتى تحت الكمامة لو كاتب حاجة، وفي حد بيراقبك بالكاميرا طول ما انت بتمتحن، لو عايز حاجة بتبقى ترفع له ايدك وهو بيشوفك عايز ايه. لو عايز تاخد بريك او عايز تاخد حاجة بيتحسب من وقتك، وقت الامتحان 3 ساعات ونص بيتحسب من وقتك، ولما بترجع بتتفتش نفس التفتيش، تمام. فالامتحان يعني لذيذ، والامتحان مدته كام ساعة؟ 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص. لو أي حد أخد بريك، البريك ده محسوب من وقت الثلاث ساعات ونص محسوب من وقتك بتوعه، بالظبط كده. محسوب من وقته. تمام. تمام. وفي طبعا النص ساعه الاولانيه بتروح فيها علشان يعمل الحاجات دي كلها، عشان يراجع الداتا بتاعتك ويشوف الباسبور ويشوف ال ويعمل التشيك اللي هو بيعمله ده. إنما مجرد ما بدأت امتحانك بيتحسب لك 3 ساعات ونص. بالظبط. طب وال3 ساعات ونص دولت كافيين للأسئلة يا دكتور؟ يعني الأسئلة بتبقى سيناريو كبير ولا يعني أسئلة يعني بتكفي الوقت، ولا بتحس إن الوقت صغير أو عندك تشالنج في التايم مانجمنت؟ بصراحة بتحسي الوقت صغير، ولازم اللي يخش الامتحان، هي بصي لازم تبقى يعني أهم حاجة التعود على نظام الأسئلة بتاعتهم،
هو ده اللي هيظبط الدنيا، لان الامتحان اغلبه كيسز واغلبه كيس ستاديز ومحتاجه تفكير بصراحه. يعني قليل خالص، انا ما افتكرش ان هو عدد الاسئله اللي كان بيقول مثلا معلومه جاست ان انا ابقى عارفها واجاوب على طول، ده كان عدد اسئله ليه قليل جدا الريكول، بصراحه. نسبة الأسئلة الريكول يعني قليلة. اه بالظبط. م-م. لكن الاسئله، هي الاسئله مش صعبه قوي طبعا، في اسئله بتبقى صعبه يعني ما منكرش، بس هي الاسئله كلها اسئله كويسه، اسئله جميله يعني. يعني اللي فاهم ويعرف يجاوب. اللي فاهم هيعرف يجاوب بسهوله ان شاء الله، هي بس اللي هيلخبطوا الحاجات يعني. اغلب يعني الاسئله، في اسئله منها كتير تلاقي الاجابات كلها تحت صح، فانت بتشوف هو عايز ايه الاول، يعني هو عايز خطوه قبل خطوه او عايز مثلا الاصح. تمام. ايوه يعني عيان مثلا جاي لي باعراض، انا هعمل ايه الاول؟ هلبسه مثلا ماسك ولا هبلغ مش عارف زمايلي؟ لا هلبسه ماسك الاول. تمام. عيان عنده كورونا، هلبسه ماسك الاول وبعدين ابلغ زمايلي اقول لهم خلوا بالكم، بس الاول هعمل كونتين للعيان ده. يعني حاجه من هذه الافكار يعني. ايوه تمام ايوه عارف فيرست ستيب يعني. تمام. تمام طبعا ال requirements ان انا اقدم في الامتحان لازم يبقى معايا بكالوريوس. بكالوريوس ده طب، صيدله، نيرسينج، طب ساينس، ممكن يا بابليك دكتور هيلث. تعمل ادميت؟ لسه في ناس في في الويتنج حد روم. تاني؟ بس حضرتك تابع الويتنج روم عشان في ناس لسه بتدخل كل شويه. اوكي. تمام حضرتك كمل. كنا بنقول اول حاجه في الـ requirements بالنسبه للامتحان ان هو يكون معاه بكالوريوس. بكالوريوس يبقى طب، صيدله، علوم، تمريض، اسنان، اي حاجه، public health، اي حاجه related بالـ health care او بالـ medical field. تمام. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو يكون مسؤول بشكل مباشر عن دومين من الدومينز بتاعه الانفكشن بريفنشن اند كنترول. تمام. الامتحان الجديد بقى زوده في حاجه ثالثه، اللي هو يبقى مش عارف اتفرجش عندي الشبكه. اه تمام. ان هو يبقى اتليست عنده سنه خبره از ا فول تايمر. تمام. هو قبل كده كان بيفضل ان هو يبقى عنده سنتين خبره في مجال مكافحه العدوى. تمام. هما دلوقتي خلوها مانداتوري ان هو يبقى عنده يا اما سنه خبره از ا فول تايمر او سنتين از ا بارت تايمر، او يكون في خلال اخر 3 سنين كمل 3000 ساعه شغل في الانفكشن كنترول. يعني عنده 3000 ساعه شغل انفكشن كنترول اكسبيرينس. تمام. دي دلوقتي بقت مانداتوري. تمام. ده في طيب اخر بالنسبة للشهادات اللي هي مطلوبة عشان التقديم للاختبار زي مثلا 1 year full time employment أو 2 year part time employment، ال certificate ديت هل هم بيعملوا لها data flow؟ يعني مثلا أنا سمعت في الفترة الأخيرة في كتير جدا بيضربوا الشهادات دي، يعني بيعملوا شهادة من أي قسم وأي إمضاء وأي ختم يعني ويرفعوها علشان بس مجرد يقدموا على الامتحان. مش كل حد يعني عايز يقدم على الامتحان وهو ما لسه عايز يدخل جديد على مجال الانفكشن كنترول وما فيش عنده اي خبره اصلا في عمليه في الانفكشن كنترول، يبقى في ريستريكشن انه ما يقدمش. لا، في ناس كتير بقت تقدم وتعمل الشهادات دي. يعني هو بصراحة هم ما بيعملوش، لأن هو الأصل في الامتحان أو الأصل في الاسم ده هو الأصل إنك أنت بتاخد الشهادة عن طريق الامتحان. تمام. بس يعني هم موضوع بيخلوها. الشهادة ما هيش حاجة صعبة يعني. أي لا حد لا يعني أي حد شغال في مثلا في مستشفى ويقدر أي قسم بس مكافحة العدوى يكتب له أو يعملها هو على الكمبيوتر. يعني أنا تاني لو عمل شهادة على الكمبيوتر باسم أي قسم مكافحة العدوى هي مجرد يعني استكمال أوراق، يعني يكمل الورق، ولا إيه يعني رأي حضرتك في دي؟ بنسبة كبيرة الكلام ده صح. تمام. بس هم بصراحة يعني هو حتى السي في والابلكيشن بتاعهم الكلام ده كله بيبقى موقع يعني من السوبرفايزور بتاعك في القسم. فهي الحاجة دي طبعا سهل ان هي تتعمل، وزي ما قلت لحضرتك هو الاصل في الموضوع هو التست. يعني استكمال. انا ما انا لو يعني هو هي دي كلها، يعني انه اوقات في ناس كتير تبقى عايزه تقدم على اختبار سي اي تي وتحصل على الشهاده،
بس هي ما تيجي تشوف الريستريكشنز ديت تخاف، تقول طب انا ما فيش عندي اصلا 1 يير ولا 2 يير امبلويمنت يعني في الانفكشن كنترول ده، انا واحده مثلا قاعده في البيت، ومثلا يعني زي ما هتكلم على الصيدله هنا في السعوديه مثلا، انا صيدلانيه وقاعده في البيت، ولكن عايزه ان انا ابدا انا اعمل شيفت كارير، عايزه اخد شهاده وبناء على الشهاده دي انزل تدريب بيها، وبعد كده الاقي فرص عمل بعد كده، يعني انا لما احصل على شهاده سي اي سي وانزل بقى بيها تدريب في اي مكان وافهم الشغل العملي ازاي، اقدر بعد كده بناء على الشهاده والتدريب العملي اقدم على اي شغل في اي مكان كانفكشن بريفنشنست. ففي ناس بقى يجوا يشوفوا الورق المطلوب للتقديم يقول لك لا طب ازاي وانا ما اشتغلتش قبل كده، بس بعد كده يعني مؤخرا سمعت كتير جدا بقى لك هي مجرد استكمال اوراق بس، وبنبعتها وبيجي عليها ابروفال، نعمل الورق المطلوب ونعمل عليه اي انضباط ولا اي حاجه، لانهم في الاول والاخر مش هيعملوا داتا كلول للورق ده. بالظبط، اصل هو كده كده هو مش هي يعني انا مثلا انا قدمت الورق ده هو مش هيضيف لي حاجه، مش هيضيف لي مثلا درجات زياده في الامتحان علشان انا جبت له الورق ده، الورق ده بالنسبه له هو كريكويرمنت عشان ادخلك الامتحان. تمام تمام، معايا يا دكتوره؟ ايوه معاك، اتفضلي يا دكتور. بيقول ان هي الاكسبيرينس بتاعت الانفكشن كنترول لازم يبقى تبقى يعني انكلودد اول فيش ابيديميوليشنز بريفنش كنترول للترانسميشن اوف الانفكشوس ايجنتس للانفايرمنت اوف كير الكلينينج والديسانفكشن والستيلايزيشن الاكيوبيشنال هيلث المانجمنت والكوميونيكيشن والاديوكيشن والريسيرش، ودي هي المين دومين وهي دي المين توبكس اللي بيقرها الامتحان بتاع السي اي سي. تمام، احنا طبعا هنتكلم عن الامتحان بالتفصيل. الامتحان بيتكون زي ما قلنا من بعد إذن 135 حضرتك يا سؤال. دكتور، هو أنا دخلت بس متأخر، هو أصلا الامتحان بيعقد فين يعني؟ في مصر بيعقد في الايميد ايست اللي هو في المهندسين. طب وفي بقية الدول يعني في الكويت مثلا؟ الويب سايت بتاعهم حضرتك بتخشي تكتبي الدولة بتاعتك أي مكان في العالم وبيظهر لك كل السنترز اللي ينفع تمتحني فيه. دكتور ممكن يعني في اكسبت يا دكتور الويتنج روم؟ أغلب دولها. معلش أنا بعتذر والله على موضوع إن أنا مش بعمل أكسبت بشكل متشائم، بس أنا ببقى مركز في الكلام. اتفضلي يا دكتورة، عندنا كنت في بتسألي سؤال. مصر في مركزين. تمام خلاص أخدت الإجابة الحمد لله. تمام في مصر في مركزين، في مركز المركزين ايميتس، واحد في القاهرة وواحد في اسكندرية. أنا كيحيى امتحنت في بتاع القاهرة اللي هو في المهندسين في شارع البطل، في شارع مش فاكر والله شارع ايه، معلش أصل أنا صعيدي فمش بفتكر شارع القاهرة أوي. شارع محي الدين ابو العز فوق بنك السي اي بي. تمام، ده الفرع بتاع القاهره. في فرع تاني في اسكندريه وفي كل العالم، يعني في السعوديه وفي في الامارات وفي في الكويت وفي في كل العالم موجود. جاست حضرتك بتخش على الويب سايت بتاعهم اثناء تحديد الامتحان بتكتبي البلد بتاعتك بيجيبوا لك كل السنترز اللي ينفع تمتحني فيها بالتايمز بتاعتها، وبيظهر لحضرتك في لما بتحددي الامتحان لما بتحجزي خلاص بتعملي ابوينتمنت الامتحان بيظهر السنترز وبيظهر الاماكن والايام المتاحه اللي بتمتحني فيها. تمام، طيب تمام شكرا. العفو. الامتحان زي ما قلنا بيتكون من 8 توبكس. اول توبك الايدنتيفيكيشن اوف الانفكشوس ديزيزز بروسيسز، دي بيبقى عليها 22 سؤال. السيرفيلانس والابيديميولوجي والاوت بريك انفستيجيشنز والحاجات دي كلها بيبقى برضه عليها 22 سؤال. الكنترول للترانسميشن اوف الانفكشوس ايجنتس بيبقى عليها 22 سؤال. الاوكيبيشنال هيلث بيبقى عليها 11 سؤال. المانجمنت والكوميونيكيشن بيبقى عليها 14 سؤال. الاديوكيشن والريسيرش بيبقى عليهم 12 سؤال. الانفايرمنت اوف كير بيبقى عليه 14 سؤال. والكلينينج
كليننج والاستيرلايزيشن بيبقى عليهم 18 سؤال، لو جمعناهم هنلاقيهم كلهم 135 سؤال بنحلهم في 3 ساعات. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنتكلم على الكورس بتاعنا كانفكشن كنترول، البريبريشن كورس بتاعنا. تمام؟ طيب دي اخر سلايد اللي هي الحاجات الريكوايرد. الريكوايرد هو في الابلكيشن اللي هم بيبعتوه ده احنا بنملاه مانيوالي وبنوقعه من السوبرفايزر بتاعنا او المدير بتاعنا في المكان وبنبعته، شهاده البكالوريوس اللي معايا، سي في، والجوب ديسكريبشن بناخده من الاتش ار، وده طبعا موضوعه برضه سهل. الجوب ديسكريبشن بيبقى مكفر الايت توبكس اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه. وطبعا اول ما بحجز بدفع 375 دولار اللي هم الفيس بتاعت الامتحان. طب دكتور هيبقى في عند حضرتك فورمه للجوب ديسكريبشن تساعد بيها المشتركين؟ عندي فورمه للجوب ديسكريبشن، اي حد هيحتاجها هديها له طبعا. يعني كل الحاجات دي احنا هنديها للناس. يعني طبعا الابلكيشن الاولاني ده احنا هنديه للناس، هو برضو موجود على الويب سايت بس احنا برضو هنديه للناس كلها. الجوب ديسكريبشن هنديه للناس كلها، السي في ده سهل طبعا مع الناس كلها. تمام؟ تمام. لو احنا هنساعد الناس طبعا في اي حاجه محتاجينها بالنسبه للتقديم للامتحان، اي حاجه حد هيحتاجها انا موجود هبعتها له في ساعتها يعني اول ما يطلبها ان شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. تمام. طيب دي طريقه التقديم للامتحان. اول حاجه بشوف نفسي اليجيبل ولا لا. طبعا هم عندهم زي التول كده بتشوف بيها نفسك، بس انا طبعا من غير تول الواحد بيبقى عارف نفسه. دكتور ممكن ادمت الخطوه الثانيه ان انا ببعت لهم بالميل الابلكيشن بتاعي والورق بتاعي، بستنى. هم طبعا يعني هم كاتبين ان هو من 7 to 10 business days، هو بيرد في تاني يوم. يعني الابلكيشن بصراحه ما بيتاخرش، يعني انا لما بحط الابلكيشن بتاعي تاني يوم رد عليا وقال لي انك انت اكسبت. تمام؟ طبعا اثناء التقديم بدفع كريدت كارد ال 375 دولار. بعد كده لازم احدد الميتنج بتاعي في خلال 90 يوم. تمام؟ وبعد كده ان شاء الله بامتحن. بعد ما خلاص حددت الامتحان بتاعي وامتحنت ونجحت الحمد لله، الشهاده بتنزل دايركت على الاكونت بتاعي. يعني الشهاده انا بيبقى لي اكونت عندهم، الشهاده بلاقيها دايركت نزلت، بعمل لها داونلود. في برضه هم بيبعتوا هارد كوبي من الشهاده بس دي ب 50 دولار. يعني لو حضرتك عايز هارد كوبي هم يبعتوها لك للشهاده بتاعت السي اي سي بتدفع 50 دولار زياده. تمام؟ ادميت يا دكتور لسه في ناس في الويتنج روم. خلاص اوكي دام. تمام. طيب احنا البريبريشن كورس بتاعنا هو عباره عن 32 محاضره في 64، كل محاضره ساعتين يعني 64 ساعه. احنا هنشتغل محاضرتين اسبوعيا لمده 4 شهور. المحاضرات بتاعتنا بتكفر حاجتين، بتكفر البراكتسز بتاعه الانفكشن كنترول كلها من اول غسيل الايدين، من اول حاجه في الستاندرد بريكوشنز، من اول نعرف يعني ايه الانفكشن كنترول، الانفكشن كنترول ديبارتمنت بيتكون من ايه، الانفكشن كنترول بروجرام بيتكون من ايه، كل ده هنتكلم فيه، الستاندرد بريكوشنز الايزوليشن بريكوشنز و و و. المحاضرات بتكون متسجله ان شاء الله. تمام. ايوه ان شاء الله كل المحاضرات هتكون مسجله ويتم تفعيل ايميل المشتركين عليها ويقدر يسمعها في اي وقت. تمام شكرا. يعني لو اي حد ما عندوش خبره في مجال الانفكشن كنترول احنا المحاضرات بتاعتنا هتبدا من الاول خالص. تمام؟ هي بس مش بس تحضير لامتحان السي اي سي، هي بريبريشن كورس و اديوكيشن كورس او وامبلمنتيشن كورس. يعني احنا هيبقى المحاضرات الحاجات اللي احنا محتاجين فيها ان احنا محتاجين فيديوز او محتاجين حاجه تعرفنا نعمل البروسيس دي ازاي، زي البي بي اي مثلا، ازاي نلبس، ازاي نقلع، الكلام ده كل ده هيبقى موجود في فيديوز هتبقى موجوده في المحاضرات ان شاء الله، بتشرح الكلام ده بالتفصيل.
يعني يا دكتور الكورس بتاعنا هيتارجت الناس اللي هي لسه من البداية يعني عايزة تعرف من البداية اي بي سي في الانفكشن كنترول، وطبعا اكيد الناس اللي هي اوريدي اصلا براكتسنج في الانفكشن كنترول هيبقى الامور معاها ابسط يعني، بس الناس اللي هي لسه عايزة تعمل يعني كشفت كارير ونيو كارير بالنسبة لهم انفكشن كنترول هيفهمهم من البداية اي بي سي انفكشن كنترول، مظبوط كده؟ بالظبط كده. الناس اللي عايزه تتعلم مجال الانفكشن كنترول او عايزه تعمل كارير شيفت او عايزه تبقى فاهمه في الانفكشن كنترول، ما هو في ناس برضو تحب تبقى فاهمه، يعني مثلا واحد بتاع كواليتي بس هو عنده شابتر في الستاندرد، في شابتر خاص بالانفكشن كنترول، ومتهيألي كل ده كل موجود في كل الستاندردز، يعني جي سي اي فيها شابتر خاص بالانفكشن كنترول، ايوه طبعا الهارت كله مصر ايوه فيها شابتر، ففي ناس بتحب تبقى فاهمه القصه دي، تبقى فاهمه البوليسز تبقى رايحه فين، اصل هو لما يبقى فاهم الفيكشن كنترول هيبقى اسهل له بكتير، وهو بيؤدت على البراكتس بتاعتهم او بيؤدت على البوليسز او الكلام ده، هيبقى اسهل للناس دي بكتير بصراحه. ايوه تمام فعلا فعلا تمام طيب المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله كلها هتبقى بريبيرد من الايبك تكست بوك، يعني ان شاء الله حضرتك مش هتبقى محتاج تبص فيه الا لو حضرتك عايز تستزيد، ان شاء الله كلها هتبقى من المين ريفرنسز اللي هم الايبك بي او السي اي سي بيريكومند. تمام الصراحة يا دكتور هي النقطة دي فعلا اللي كتير محتاجها، لأنه موضوع إن تيجي تقول لي افتح لي الإيبك وذاكر منه، يعني الإيبك ده تكست بوك كبير جدا تقريبا على 3 أو 4 أجزاء، تكست بوك كبير، لما بالظبط تيجي تقول لحد افتحه وخلاص ذاكر منه وأنا بس هديك مجرد المين بوينتس أو النقاط الأساسية، الموضوع بيبقى مرهق جدا يعني. فإنما حضرتك إحنا مجهزين طبعا مذكرات وماتيريال ملخصة من الحاجات المهمة واللي ضروري حضرتك تعرفها من الإيبك واللي هي كافية لاجتياز الاختبار، اللي حابب ان بقى شاء إن الله. هو يعني يتوسع في المعرفة ممكن يقدر يفتح الإيبك. بالظبط كده، مش بس كمان كده، ده لو في حاجات كمان اضافيه من الجايد لاينز الثانيه زي السي دي سي الدبليو اتش او، لو في حاجه احنا شفنا انها في المحاضرات احنا يعني شفنا ان هي محتاجه تتوضح اكتر او معلومه نضيفها اكتر، لا كل ده احنا مكبرينه ان شاء الله، وزي ما هم قايلين يعني هو برضو من الريفرنسز بتاعتهم ان هو بيقول لك انك انت تبقى برضو ملتزم بالجايد لاينز اللي هي الابديتد من السي دي سي والدبليو اتش طيب او. ادميت بس يا دكتور معلش ركز في موضوع الادميت لان في ناس لسه بتدخل. طب بالنسبه للابديت يا دكتور بيبقى طبعا في ابديتس في الانفكشن كنترول جايد لاين او انفكشن كنترول ستاندرد او كده، الابديت دي هتكون ابديتد باستمرار في المذكرات؟ اكيد بالظبط كده، اكيد تمام اي ابديت هيحصل هيبقى ان شاء الله ابديت في المذكرات. حلو، عندنا برضو محاضرات مراجعه، يعني احنا خلال الكورس هيبقى فيه محاضرات مراجعه، وهيبقى فيه اسيسمنت دايما لكل الاشخاص اللي حاضرين معانا الكورس، بحيث ان هو يبقى ندربهم على طرق الأسئلة، وندربهم على إزاي يتصرفوا في مواقف معينة. إن شاء الله هتبقى موجودة، عندنا 6 محاضرات إن شاء الله هنكفر بيها الكورس كله من أوله لآخره. المراجعات يا دكتور تقصد بيها اللي هو revision cases؟ المراجعات هيبقى ريفيجن كيسز، وهيبقى في حاجات بنركز عليها، حاجات بنربطها لبعض زي زي ما عندك في تجميعات كده يعني، تي في بي اتش او تجميعات كده برضو للمنهج؟ بالظبط، في تجميعات معينة، في حاجات متشابهة هنبص عليها مع بعض كده يعني. تمام. السلام عليكم، ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام. طيب لو أنا مثلا أوريدي مسجلة للامتحان، امتحاني شهر 8 وأوريدي أنا قاعدة أذاكر، فهل في للناس اللي أوريدي بدوا في المذاكرة وفي هل حاجة بالنسبة لهم compensated كده شوية، مثلا امتحانات مراجعات، ولا دلي يعني بس شخص مبتدئ أول مرة؟ هو هيبقى موجود بس من النص التاني، يعني مثلا من بعد شهر، يعني احنا هنبدأ شهر 7، هيبقى مثلا من شهر 9 احنا هنبقى شغالين بالنسبة للبريبريشن كورس للسي اي سي، لان احنا هناخد اول شهرين بنعمل تحضير للناس من الاول خالص. تمام يعني انتوا هتبدوا شهر 7 من الآن؟ ان شاء الله هنبدأ، او اول محاضرة ان شاء الله هنبدأها هتكون يوم 4/7 ان شاء الله. اوكي، معناته انا ما حقدر استفيد من للأسف. إن شاء الله حضرتك تستفيد إن شاء الله.
تمام، خير، شكرا لك. العفو. السكيدول بتاعنا هيبقى ان شاء الله زي ما قلنا 32 محاضره. اول اربع محاضرات هيكونوا على الانفكشن كنترول براكتسز، اللي هي الستاندرد بريكوشنز، الايزوليشن بريكوشنز، الباندلز اوف كير، السيبتيك تكنيك، الكليننج، الديسانفكشن، الاستريلايزيشن. كل دي الانفكشن كنترول براكتسز اللي هي الحاجات البيزك في الانفكشن كنترول، هنشرحها في اربع محاضرات ان شاء الله بالتفصيل. برضه هيبقى في مقدمه عن الانفكشن كنترول بروجرام نفسه، وازاي نعمل بروجرام انفكشن كنترول في المستشفى، ايه الريكويرمنتس، كل ده ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. بعد كده هنخش في ثلاث محاضرات اللي هو الابيديميولوجي والسيرفيلانس والاوت بريك انفستيجيشن والاستاتستكس، كلها الريتس الريشيوز، كل ده هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل لان ده بيجي عليه مسائل في الامتحان. بعد كده هنشرح الميكروبيولوجي، هتبقى مش بيزكس بصراحة، هي هتبقى محاضرات هنشرح فيها الميكروبيولوجي كله، مش كله طبعا يعني، هنشرح فيه الحاجات اللي هي تهمنا في الامتحان. هنشرح كل الجرام نيجاتيف بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا، هنشرح الانتي ميكروبيال ريسيستنس بالتفصيل، هنشرح يعني ايه ميرسا، يعني ايه ميرسا جت منين، طب ايه السبب انها اتسمت ميرسا، اي اس بي اي معناها ايه، والكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله. برضه هنشرح بعض البراكتسز اللي بتحصل في معمل الميكروبيولوجي، الجرام ستيننج، الاسيد فاست ستيننج، كل الحاجات اللي هم بيستخدموها تفيدنا في انفكشوس ديزيزز في معمل الميكروبيولوجي هنشرحها ان شاء الله. تمام. بعد كده هنشرح محاضرة عن الـ occupational health. بعد كده هنبدأ بقى في الـ preparation للكورس. طبعا في كان فوق الـ cleaning و disinfection و sterilization والـ occupational health، دي من الحاجات اللي هي الدومينز اللي بتكفر اللي هي covered في الامتحان يعني. هنبدأ بأول أربع محاضرات اللي هو الـ identification of infectious diseases، وهنشرحهم بالتفصيل. بعد كده أربع محاضرات تاني للـ surveillance والـ outbreak investigation. بعد كده اربع محاضرات للكنترول اوف ترانسميشن اوف انفكشوس ايجنتس. بعد كده محاضره عن الادوكيشن والريسيرش وانواع الريسيرش وهكذا. بعد كده محاضره عن الانفايرومنت اوف كير. وفي ست محاضرات مراجعه متقسمين على الاربع شهور، يعني هيبقى في محاضرتين في نص المحاضرات دي هيبقوا بعد محاضرات الميكروبيولوجي، في محاضرتين، في محاضرة بعد البراكتس بتاعت أول أربع محاضرات، وفي محاضرة بعد الميكروبيولوجي. تمام. وفي أربع محاضرات في الآخر خالص دي هنراجع فيها الامتحان، وهنراجع فيها الأسئلة، وهنراجع فيها التجميعات والمتشابهات والكلام ده كله. بإجمالي 32 محاضرة. ده تعريف بتاع دكتور حسام، بشكره عليه، وأنا بشكركم جدا. لو حد عنده أي سؤال. شوف يا دكتور، في أي حد في الويتنج روم؟ لا هو كده مفيش حد بيجي كتير خالص. تمام. حد عنده أي سؤال؟ شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا، موفقين إن شاء الله، وإن شاء الله تستفيدوا بالكورس إن شاء الله، ويكون كورس خفيف إن شاء الله، ويكون نولجبل بالنسبة لكم إن شاء الله. بشكركم جدا، شكرا، السلام عليكم. دكتور عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. دحين دخول الاختبار هل يتطلب إنه أنا أرفق معاه خطاب خبرة سنتين؟ هو حاليا بتطلب خطاب خبرة سنة لو حضرتك فول تايمر، أو سنتين لو بارت تايمر، أو تكوني في آخر 3 سنين اشتغلتي 3000 ساعة انفكشن كنترول. طب أنا تخصصي أصلاً ميكروبيولوجي، جميل، وشغالة في اللاب 4 سنين. ممكن حضرتك تعملي الابليكيشن ده، أو تعملي شهادة خبرة وتمضيها من السوبرفايزر بتاعك عادي. بس تبع الانفكشن كنترول قصدك، ولا من السوبرفايزر حق اللاب؟ لا تبع الانفكشن كنترول. اوكي تمام، كده ممكن ينقبل يعني.
ان شاء الله. انا برضو انا مايكروبيولوجيست. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. طيب ممتاز. بالنسبه للتجديد لها في حال انه انا لسه برضو ما مارست الانفكشن كنترول وما زلت برضو لاب تكنيشن، كيف اجمع الساعات بحيث انه اقدر اجدد الرخصه؟ ولا هي ما فيها تجديد؟ فيها تجديد، فيها تجديد كل 5 سنين. طيب وكيف حيكون تجديدها؟ تجديدها بطريقه من الاثنين، يا اما بالريتست بتخش تمتحني تاني، او بتجمعي عدد ساعات، مش عدد ساعات، بتجمعي بوينتس. يعني زي انا كنت بشرحه في الاول، ان في هم لو خدت ماستر بيحسب عليه عدد نقط معينه، لو حضرت كونفرنس في حاجه معينه ريليتد بالدومينز اللي احنا شرحناها بتاعه الانفكشن كنترول دي بتاخدي عليها بوينتس معينه، كنت سبيكر في مؤتمر، كنت سبيكر في ورك شوب، كل ده بتاخد عليه نقط لحد ما بتجمع تقريبا، بتجمع 85 نقطه على حسب ما انا فاكر، انا مش فاكر والله دلوقتي كام، بتجمع عدد نقط معين تقريبا 85 او 80. وعاد يكون في نفس الوظيفة اللي أنا فيها ولا لازم يكون في جزء معين في مكان معين؟ الإيه يا فندم؟ يعني البوينت هذه أنا أقدر أجمعها في المحيط حقي، في نفس بيئة العمل حقي كهوسبيتال، ولا في أماكن تانية لازم أنا أروح لها؟ لا لا لا، مش لازم في أماكن تروحي لها. يعني هو عندك مثلاً كونفرنس، عندك مثلاً في المستشفى بتاعتك وحاجة كنت سبيكر فيه، بتاخدي عليه بوينتس. تمام؟ تمام، بس استيل أبغى أفهم كيف طريقة تقديمها عشان أفهم مهجة البوينت زي الناس. حاضر، أنا يا حاضر. شكراً. حد عنده سؤال تاني؟ في حد عنده أي استفسار يا جماعة؟ طيب شكراً لك يا دكتور يحيى، وشكراً للمقدمة الرائعة، وإن شاء الله الكورس هيكون حاجة مور بروفيشنال للناس وللجميع بإذن الله، ويساعد الناس كلها على الحصول على شهادة الـ CIC إن شاء الله. يبقى بشكرك جدا دكتور وسام، أشوفك على خير إن شاء الله. العافية دكتور، مع السلامة. حضرتك بعمل ستوب للريكورد. Thank you.